15 العريان 15 يا جبار بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح سوق الحلوانية بريف مدينة طرابلس اليوم مزادها الرسمي الأول لهذا العام، وقمنا بالإشراف عليه أنا كرئيس غرفة التجارة والصناعة وبرفقة رئيس المجلس المحلي، كما اجتمعنا مع تجار السوق قبل بدء المزاد للاتفاق على سعر يناسبهم كتجار ويناسب المزارع نظرا لارتفاع تكاليف الأدوية والأسمدة للمزارع ومراعاة الأسعار أسوة بالأسواق الأخرى، حيث بدأ المزاد بسعر 2 دولار ووصل إلى 2 دولار و22 سنت. وكانت حركة السوق خلال المزاد جيدة، وشهد السوق ازدحام كبير من قبل التجار والمزارعين، ونتمنى أن يكون خيرا لجميع التجار والمزارعين، ونتوقع إن شاء الله تعالى في ارتفاع الأسعار في الأيام المقبلة وتحسين السوق إن شاء الله تعالى. وصلنا العجل يا خلي وصل. الثاني وعشرين دولارين والثاني وعشرين حجم الصباح.